فوز بخير. فوا مشاهدين متابعينا اينما كنتم، مرحبا بكم في هذا البث الخفيف الظريف من مدينة الشاون، وبالضبط من ساحة وطا حمام. أجواء جميلة متميزة بهذه الساحة التاريخية. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام، مدينة الشاون تشهد حركة سياحية، والكل يتجه لهذه المدينة الزرقاء، أو كما كيحب معظم الناس يسميها الجوهرة الزرقاء، الجوهرة الساحرة. إذا نحن قلنا كنتواجدوا بساحة وطا حمام، الساحة الأشهر بمدينة الشاون، الوجهة الأولى لأي سائح كيزور هذه المدينة، هذه حيث كيتواجد هنا مسرح القصبة، القصبة الأثرية، تاريخ مدينة الشاون. إذا قلنا مشاهدينا الكرام، حنا كنتواجدو بمدينة الشاون، وحنا حاليا بساحة وطا حمام، أجواء جميلة بهاد الساحة اللي كتشهد توافد كبير ديال مجموعة من السياح من داخل الوطن وخارج الوطن. أجواء ممتازة. كما قلنا مشاهدينا الكرام، هذا فقط مجرد لايف خفيف، من حيث بغينا نقول لكم اجواء ديال ساحه وطا حمام، مدينه تشهد توافد ديال مجموعه من السياح داخل المدينه، عفوا داخل المغرب وخارج المغرب. هذا هو المسجد الأعظم، إذا مشاهدينا الكرام نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة، وتحية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.